مرحبا. أمثالنا الشعبية ما خلت شي ما حكت عنه، وموضوع الجمال هو من المواضيع يلي كتير شغل الناس من زمان ولهلا. مشان هيك جدودنا ورتونا كتير أمثال عن الجمال بكل حالاته وأحواله. مثلا عن الجمال الرباني يلي ما في شي بيغيره ولا في شي بيأثر عليه وبيقلل منه، بيقول المثل: الحلو حلو لو صحي من النوم، والبشع بشع ولو تحمم كل يوم. بس لا تفكروا انه هذا الشي بيرضي الناس الا ما يلاقوا عيب يحكوا فيه، حتى لو ما كان العيب منطقي. وبينقال: ما لقوا بالورد عيب قالوا له يا احمر الخدين. ومشان هيك كتير من الصبايا بيحبوا يغيروا شكلهم باللبس والمكياج، يلي أحياناً بيكون له كتير تأثير ودور كبير، وممكن يخلي اللي مو حلوة حلوة. يعني لبس المكنسة بتصير ست النسة، وببعض الحالات بيقدر المكياج يلي كانوا زمان يسموه علبة مكي يغير الشكل 180 درجة، وبيكون مخبي تحته وش غير يلي مبين فوقه. ولولا علبة مكي كانت الحالة بتبكي. هذا مو معناه انه كل الصبايا لازم يبينوا حلوين، ومو ضروري نقتل حالنا مكياجات وتعديلات لانه كل شكل له معجبينه ومحبينه. حتى لو كنا نحن منشوفه مو حلو، لانه كل قمحة مسوسة وإلها كيال اعمى. ولا تفكروا انه الجمال هو السبب الوحيد للزواج، لا، في أسباب كتير بتخلي الصبية مرغوبة، مو بس الجمال. بقى يلي ما بتتجوز بخدودة بتتجوز بجدودة. وهيك جدودنا ما خلوا شي ما حكوا عنه، ولو إنه في كتير أمثال بتأصل أفكار ما منتفق عليها اليوم، مثل الصورة النمطية للمرأة يلي لازم تكون مهتمة بشكلها وصورتها لتلاقي عريس. بس بتضل هي الأمثال صورة بتعكس واقع معين بفترة معينة. يمكن هلأ نحن نعمل أمثال ومقولات نورتها لأولادنا وأحفادنا، وتعكس صورة أحسن عن حياتنا ومجتمعاتنا. وإنتوا إذا بتعرفوا أمثال غير اللي حكيناها حكولنا ياها. كيف وليش وإمتى بتنقال؟ وطبعاً آرائكم وتعليقاتكم مرحب فيها مثل العادة على صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي، وكمان على موقعنا الإلكتروني.